يسعدنا وللاقتراب أكثر من المشهد بينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. يعني برحب بحضرتك في البداية فندم. أهلا بحضرتك. كيف تكون المشاركة الانتخابية فعالة في النهوض بالأوطان؟ هو طبعا المشاركة الانتخابية دي حق أساسي للمواطن في أي دولة. طبعا إحنا في مصر في الوقت الحالي شهدنا الانتخابات الحالية عليها إقبال كبير جدا من المواطنين، وده دليل وتأكيد على الوعي الفطري لدى المواطن المصري في الوقت الحالي. ومش في الوقت الحالي فقط، لا، هتلاقي حضرتك في كل الأزمات أو في كل أوقات الشدائد هتلاقي المواطن المصري والشعب المصري بيلتف حول دولته، بيسعى إلى إيصال رسائل كبيرة جدا للخارج وللداخل أيضا. الشعب المصري ملتف، الشعب المصري خلف دولته، الشعب المصري كتلة واحدة ووحدة واحدة لمواجهة كل التحديات والتهديدات المحتملة. احنا لو شفنا من بعد حرب أكتوبر، في حرب أكتوبر 73 الشعب كان ملتف حوالين القوات المسلحة من أجل الانتصار على وإعادة الأرض. لو شفنا في 30 يونيو الشعب المصري كله نزل للشارع عشان يشيل أكبر تنظيم إرهابي موجود، وأنه يستكمل بعد ذلك مسيرة البناء ومسيرة التنمية داخل الدولة ومواجهة كل التحديات. يعني هتلاقي من 2013 لغاية دلوقتي مر على مصر العديد من الأزمات، كان الشعب المصري واقف والشعب المصري ثابت خلف قيادته لاستكمال المسيرة لإعادة بناء الدولة مرة أخرى، لإعادة مكانة الدولة المصرية في مكانتها مرة أخرى. طبعا وصولا بقى للانتخابات الحالية، الانتخابات الحالية طبعا تؤكد ما فيش مجال للشك ان في ازمات كتيره بتحيط بمصر في الوقت طبعًا. الحالي يعني شوفي حدود كلها ملتهبه، الازمه في قطاع غزه، محاولات البعض العبث بالامن القومي المصري، تهديدات في كل الاتجاهات، لكن مصر ثابته وقويه طول ما الشعب خلف قيادته، طول ما الشعب ملتف حوالين القيادة السياسية. يعني ده تأكيد من الشعب للقيادة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري. طبعا مشاركة الانتخابية دي تؤكد على تضامن الشعب، تؤكد على أن الشعب هيستكمل مسيرة البناء، هيحافظ على المكتسبات اللي قدر يحصل عليها خلال السنوات الماضية، أن الشعب قادر على مواجهة كل التحديات وكل التهديدات اللي بتواجه الدولة المصرية، وقادر أيضا على أنه يثبت للعالم كله. ودي أيضا يعني في شرعية في الصندوق وشرعية من خارج الصندوق. شرعية الصندوق دي تأكيد على نجاح الرئيس الجمهورية، لكن الشرعية اللي خارج الصندوق اللي هو التفاف الجماهير ووقوف الجماهير في الشوارع بهذا الشكل، ده تأكيد على شرعية شعبية وشرعية بالصندوق، ويعطي للعالم صورة حقيقية للشعب المصري، يعطي للعالم كله صورة لتكاتف الشعب المصري، لتلاحم الشعب المصري رغم الأزمات والظروف اللي بتحوط حضرتك يا أستاذ جميل لفت نظري لنقطة مهمة جدا. بيظهر دائما معدن المواطن المصري عند الشدائد، والحقيقة بيحصل له يعني صحوة لما بيحس بالخطر. عندنا يمكن من 2011 حتى الآن مصر مرت بفترات كثيرة جدا وأحداث كثيرة جدا واستحقاقات أيضا كثيرة جدا. كان هناك بعض من الفترات ربما يصاب المواطن ببعض من الفتور، ولكن يعاود الصحوة مرة أخرى. يعني ده تفسيره إيه؟ هو بيعاود الصفحة، يعني بيعاود الصحوة مرة أخرى لما يجد تهديد حقيقي للدولة المصرية، لما يجد تهديد حقيقي للأمن القومي المصري، لما يجد تهديد لمستقبله، لما يجد أن هناك مؤامرات على دولته وعلى الوضع اللي هو موجود فيه. أنا ضربت لحضرتك مثل ب 2013، يعني شفنا احنا من 2011، وايضا الصحوه دي كانت جايه بعد 2011 لما حاول البعض ان هو يبقى في فتن داخل الشعب المصري، محاوله جر الشعب ان هو يخش في صدام مع القوات المسلحه.
في دول محاولات كثيرة محاولات كثيرة، وشفنا دول كثيرة حوالينا للأسف الشديد انجرت في هذا الطريق، ولا زالت لغاية دلوقتي هي مستمرة في الحال اللي هي فيها. لكن الشعب المصري كان عنده وعي دايما، يعني مع كل أزمة هتلاقي الشعب عنده الوعي والفطنة كمان ان هو يقدر ان هو يقف عند خط معين ويقف يدافع عن دولته. 2013 لما شاف ان في جماعة بتحاول انها تغير من هويته، تحاول انها تخلق الفتن، تعمل فتن طائفية، تحاول ان هي تقسم الدولة المصرية، تصدوا، وقف الشعب ونزل كله قال لهم مش عايزينكم، رغم اللي هو عارفه بعد كده ان هيبقى فيه عمليات ارهابية ورغم التهديدات اللي كانوا بيقولوها وبتاع، لكن وقف ايضا اتصدى للتنظيمات والجماعات الإرهابية والإرهاب اللي كان موجود داخل الدولة والتف حوالين الدولة وحوالين القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية. احنا كنا بنشوف في الشوارع كانت الناس المواطنين بيقفوا جنب الضابط اللي هو بيفك القنبلة، ده تأكيد على حب المواطنين لدولتهم، على ان هم ملتفين حوالين الضابط، مش هو اللي يقف لوحده احنا هنقف معاه. شفنا ايضا في اكتر من موقف هجوم المواطنين المصريين على الارهابيين في الشارع والقاء القبض عليهم، رغم ان كان في واحد ماسك مدفع وبيحاول يضرب على المواطنين. زي ما بقول لحضرتك في وقت الأزمة هتلاقي الشعب عنده صحوة، يدافع عن بلده، هيدافع عن بلده ويفديها بروحه. مش كده وبس حضرتك، ده في أجيال من الشباب عندهم الوطنية وعندهم من الأطفال دلوقتي كمان، من الأطفال دلوقتي. يعني مثلا في الكليات والأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية هتجد مئات الآلاف من الشباب خلال السنوات الماضية دي كلهم بيقدموا عشان يتم قبولهم في الكليات العسكرية. والله يا أستاذ جميل، في عز الأزمة وفي عز إن كان استشهاد عدد كبير جدا سواء من الجيش والشرطة، كان هناك بعض الأسر بتحرص بتدخل ابن واثنين وبتبقى عندها إصرار إن هو يدخل وما يخافوش إن ده ممكن يعرض مثلا حياته للخطر. ما هي دي عقيدة بقى داخل الشعب المصري وداخل المواطن المصري، عقيدة مش موجودة في أي حتة في العالم. لهذا السبب هتجد إن الشعب المصري والجيش المصري أيضا متفوق، لأن دي عقيدة جواه الشعب والقوات المسلحة والشرطة المدنية، هتلاقيهم كلهم النسيج واحد، بيحافظوا على الدولة، بيحافظوا على الأمن القومي للدولة رغم كل التهديدات ورغم كل التحديات، لكن دول بيبقوا متواجدين وبيقفوا وبيتصدوا الشعب والقوات المسلحة. زي ما قلت لحضرتك من بعد حتى 67 رغم الهزيمة في 67 وما حدث، الفترة كانت صعبة، كانت فترة صعبة جدا على الدولة وعلى الشعب وعلى القوات المسلحة، لكن قدر الشعب ان هو يقف جنب دولته، ان هو يقف جنب قواته المسلحه، لانه كان عنده اليقين وكان عنده العقيده الحقيقيه داخله ان احنا مش ممكن ننهزم ومش ممكن اي قوه تنتصر على الجيش المصري. فعشان كده حققنا الانتصار في 73 واستعدنا الارض واستعدنا الكرامه، كل ده بالتفاف الجيش والشعب حوالين الجيش والقياده السياسيه. في الوقت الحالي طبعا احنا شايفين في تهديدات كبيره حوالين ده اللي انا عايزه اتكلم عنه. يعني ولان طبعا هذا الشعب شعب عظيم، ولان المواطن المصري يستحق ان يكون في مكانه عاليه جدا الحقيقه، يمكن مش يمكن هو اكيد طبعا ان العالم كله بيمر بازمه كبيره جدا، سواء على المستوى الاجتماعي على الاقتصادي اللي دايما بيشغل راي المواطن العادي، وهو ده دايما اللي بيحرك المواطن، المشكله الاقتصاديه. مشاكل كتير جدا بيمر بها العالم، وبما ان احنا جزء من هذا العالم فان احنا طالنا هذه الازمات، ولكن الاولويات ربما تغيرت. الاولويه دلوقتي تختلف تحديدا من شهر عند المواطن، صح ولا ايه يا استاذ؟ صح طبعا. الاولويه عند المواطن دلوقتي الحفاظ على الامن القومي للدوله، عدم محاوله اي خطط. طبعا احنا شايفين بيسعوا الى تهجير اهالي قطاع غزه الى سيناء، القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطوط حمراء لهذا الموضوع. صح الموضوع. هنشوف برضو في الأزمة دي الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال أنا لو طلبت من الشعب المصري أنه ينزل عشان يؤيد هذا الكلام، لقينا الشعب كله نزل في الشارع من غير ما يطلب. حتى الرئيس قال أنا لو طلبت أن الشعب يؤيد هذا القرار، الشعب كله نزل في الشارع وأيد قراره.
عند الشعب بقى عنده الحس والوعي زي ما بقول لحضرتك لخطورة الموقف، خطورة في تهديد مباشر للأمن القومي المصري. عشان كده نزل. يعني الأمن القومي المصري ده دراسات وأبحاث وبيدرس في الأكاديميات والمعاهد، لكن عند الشعب المصري موجود حسه بالأمن القومي داخلي عنده، يعني في وعي بس داخلي. بس برضو لازم نشرح للمواطن ولازم نشرح للأجيال الجديدة ليه الحس ده موجود، ليه الناس دايما حريصة المصريين ان هم بيتحركوا وقت الخطر، ليه كمان ان هم يعني بيدعموا طبعا اي مشكلة في اي مكان، ولكن الأولوية عندهم بلدهم، يعني بلد خط احمر. ليه كل ده؟ لازم برضو الناس تعرف ان مصر مرت بالعديد من الازمات ومرت بالعديد من الحروب حتى نصل لهذه الصوره، حتى نصل لهذا المكان الذي نجلس فيه الان. يعني لازم المواطن يعرف ده يا استاذ جميل. هو طبعا لازم المواطن يعرف، ولازم يعني الاعلام عليه دور، والمنزل عليه دور، والمدرسه عليها دور، والجامعه عليها دور كبير جدا، الدراما، كل ده لازم يوصل للمواطنين وللشباب التضحيات اللي قدمها الدولة المصرية، واللي قدمها الشعب المصري، واللي قدمتها القوات المسلحة والشرطة المدنية، عشان نوصل لحالة استقرار اللي احنا فيها دلوقتي. احنا كنا بنتكلم من شوية ان في دول يعني للأسف شديد انهارت بعد الأحداث اللي هي فيها وبعد المؤامرات اللي عليها، لكن مصر قدرت ان هي تقف ثابتة، وان هي تواجه كل دي التحديات دي، وتواجه بل بالعكس تواجه مؤامرات العالم كله كان بيسعى ان هو ينفذها داخل مصر، لكن مصر قدرت ان هو تبقى ثابتة، وقدرت ان هي تبقى قوية، وتعيد بناء نفسها زي ما أعادت البناء في بعد حرب 67، أعادت بناء القوات المسلحة. لا، مصر أعادت بناءها مرة أخرى بعد 2013، بعد محاولة العبس بالأمن القومي، العبس بالاقتصاد المصري، العبس حتى بالهوية المصرية، لكن الشعب قدر ان هو يقف، وقدر ان هو يلتف حوالين القيادة السياسية لإعادة بناء الدولة. احنا شفنا الاصلاحات الاقتصادية اللي تمت في سنة 2016، والرئيس عبد الفتاح السيسي اكد اكتر من مرة ان نجاح عملية الاصلاح الاقتصادي دي المواطن رقم واحد فيها، لان هو اللي تحمل كل نجاح بيحدث في الدولة المصرية. المواطن هو رقم واحد في هذه المعادلة. كل ما يتم على الأرض في الوقت الحالي المواطن رقم واحد، هو اللي بيبني، وهو اللي بيحافظ على دولته، وهو اللي بيساهم في مستقبل الدولة ومستقبله ومستقبل أبنائه. لهذا السبب زي ما بقول لحضرتك هتجد أن الشباب متواجدين بقوة في الانتخابات دي، متواجدين بقوة. ليه؟ لأن هم شايفين المكتسبات اللي قدروا يكتسبوها خلال الفترة اللي فاتت، وإن مستقبلهم بيحافظوا على مستقبلهم أيضا. فلهذا السبب هم نزلوا، إن الشباب أيضا أصبح عنده الوعي الحقيقي من التهديدات اللي بتواجه الدولة المصرية، وإن نزولهم ووقوفهم في الوقت الحالي مع دولتهم ده تأكيد على حبهم لهذه الدولة وانتمائهم وولائهم للدولة المصرية. وزي ما بقول لحضرتك دي عقيدة عند الشعب المصري ككل، بتتوارثه الأجيال، ومش كده وبس. يا استاذ جميل، المشكله اللي انا خايفه ان الاجيال الكبيره دي والناس الكبيره اللي يمكن عاصرت الازمات الكبيره وعاصرت الحروب وعاصرت الفترات الشديده اللي هي كانت قحله جدا جدا جدا، يمكن من بعد 67 ومن قبلها حتى النصر، انا خايفه الناس دي تختفي، وخايفه يعني خلاص المعلومات تقف عند حدهم وما يتمش تداولها، واللي طالع والجيل اللي جاي واللي موجود دلوقتي يفتكر اللي احنا كنا كده يعني في طرف ونعيم منذ القدم. هو ده كل خوفي. لا، احنا مش في طرف ونعيم في كل العصور، بالعكس. احنا عشان نوصل لكده ان في تحديات كتيرة واجهتها الدولة المصرية. وزي ما بقول لحضرتك ان الاعلام عليه دور كبير ان هو يذكر المواطنين. ما هي دي نقطه احنا هنجيلها. النقطه الثانيه المهمه جدا واللي لازم نتكلم فيها، ان كان في حاجه في حرب اكتوبر كانوا بيسموها روح اكتوبر. الروح دي اللي موجوده عند المواطن المصري وعند الضابط المصري وعند الناس اللي في الشارع كلهم. الروح دي مش روح انهزاميه ابدا، يعني ما ينفعش يبقى في روح انهزاميه. لا، دي روح بتدخل لتحقيق النصر. النصر بقى على كل المستويات. الروح دي اكتوبر هي اللي كانت
دافع حقيقي في 30/6 لما خرج المواطنين طبعاً. المصريين اللي هي روح النصر ان انا بحافظ على دولتي، عايز استرد اي حد بيحاول ان هو هو في مكتسب انت بتفضل طول حياتك بتحافظ عليه هي الروح دي، هي الروح دي اللي اعادت بناء الدوله مره اخرى، هي الروح دي اللي قدرنا بيها ان احنا نقضي على التنظيمات والجماعات الارهابيه اللي كانت متغلغله في سيناء. هي دي الروح اللي شفناها في اعاده بناء الدوله مره اخرى، المشروعات القوميه الكبرى، كل ده ما هي كل دي روح اكتوبر بتتوارثها. يعني حتى لو في عمل جماعي في الشغل يقول لك احنا شغالين بروح اكتوبر، يعني بالظبط كلمه يعني دارجه، يعني هي كلمه دارجه، هي بيتوارثها الاجيال ومش ممكن ان هي يعني تختفي، يعني عمرها ما تختفي، لان دي جينات جوه الشعب المصري اللي هو ما بيقبلش اي حد يعتدي على دولته، ما بيقبلش اي حد، يعني هاتي اي مواطن مصري في اي مكان في العالم وحد مثلا يغلط في الدوله المصريه، لا يعني لا ممكن يغلط فيه هو ماشي، لكن يغلط في الدوله في دولته دي مش ممكن. سمعتها كمان من اكتر من حد، من اكتر من جنسيه، انتوا بتحبوا بلدكم جدا. المصريين بيحبوا بلدهم، وفعلا احنا بنحب بلدنا جدا. طبعا، لان ده يعني المصريين فعلا زي ما بقول لحضرتك شعب ملوش مثيل على مستوى العالم كله، ومصر كمان ملهاش مثيل. مصر ما هو مصر ملهاش مثيل لهذا السبب، هي شعبها الجائزه الكبرى، شعبها نفسه ملوش مثيل. الحوار الوطني وما دار به في الفترة السابقة يمكن كان له تأثير في اللي بيحصل دلوقتي واللي احنا شايفينه من المشاركة والنزول والتفاعل ما بين معارض ومؤيد، ولكن في التوقيت هذا الكل بيتحد. شفنا كمان من شوية كان معنا زميلنا من شمال سيناء بيتكلم عن ان في سيناء نزلوا وبيوعوا الناس وبيقولوا لهم يعملوا ايه ونعمل ايه ونشارك ازاي وننتخب ازاي، يعني كان يعني حلقه وصل ما بين الجميع. هل كان للحوار الوطني دور فيما نراه الان؟ هو طبعا الحوار الوطني ده كان ليه دور كبير جدا، ويعني دي كانت بدايه مسيره العمل السياسي. ايه التغيير؟ ايه اللي بنستشعره او حضرتك شايفه مختلف ما بعد الحوار الوطني؟ هقول لحضرتك اللي كان الحوار الوطني. قبل الحوار الوطني كنا بنجد المعارض والاحزاب المختلفه بتقول ان احنا ما عندناش صوت ومش عارفين نتكلم، فلما جه تم الاعلان عن الحوار الوطني والبدء في مراحل الحوار الوطني ومشاركه كل الاحزاب السياسيه المعارضه ومشاركه كل حتى الاراء المعارضه داخل الدوله اللي عايز يتكلم ويقول وجهه نظره ايا كانت وجهه نظره دي تتقال، مفيش خطوط حمراء محطوطه في الحوار الوطني، كل ده فتح افاق جديده من العمل السياسي، ان حصل ارتياح داخل الدوله، حصل ارتياح داخل الاحزاب، حصل حتى ارتياح داخل المعارضه المصريه، ان في اسس للعمل السياسي فيما بعد. لهذا السبب احنا شفنا بعد الحوار الوطني ثلاث مرشحين من ثلاث احزاب رشحوا نفسهم في الانتخابات الرئاسيه، ان كان ليهم ايضا مساحه كبيره في الاعلام المصري ان هم يتكلموا ويقولوا ارائهم. الجولات الانتخابيه بتاعتهم كل ده قدروا ان هم يعملوه خلال الفتره اللي فاتت. اذا كان الحوار الوطني ده نقطه انطلاق حقيقيه لبدايه عمل سياسي. طب انا بس عايزه اقطع حضرتك يا استاذ جميل وننظر كده ونشاهد الشاشه من مختلف محافظات الجمهوريه وتوافد المواطنين على صناديق الاقتراع. ربما دائما يقولون أن اليوم الثاني يكون اليوم الوسط ما بين الأول والثالث، يتسم بالهدوء ولكن الوضع مختلف على الشاشات. ممكن حضرتك بس تبص للشاشة كده وتعلق لي على التوافد. هو طبعا الوضع مختلف، الوضع مختلف في الانتخابات، في الانتخابات من امبارح لغايه اخر يوم هتجد المشهد ده موجود حضرتك، لان كل لما الناس اللي حتى اللي ما نزلش يشوف في التلفزيون او يشوف بيتشجع. امام اللي جنب بيتشجع وبينزل. فلهذا السبب الكثافه العدديه اللي موجوده في الوقت الحالي دي ده تاكيد على ان كل او نسبه كبيره من المواطنين هتنزل تشارك
وان اللي ما نزلش هينزل لما هيشوف هذه الصور دي على الشاشات. يعني شايفين من امبارح الكثافه العدديه هي نفس الكثافه العدديه اللي موجوده النهارده. وكان حتى بالليل امبارح قبل قفل الصناديق كان في كثافه عدديه كبيره في اللجان وامام اللجان. ده زي ما بقول لحضرتك الشعب اصبح عنده الوعي الفطري في وقت الازمه ووقت التحدي. انا موجود وانا واقف قدام صناديق الانتخاب بساند بلدي. بساند بلدي بايه؟ ان انا اقف وادلي بصوتي. ده حقيقي الحفاظ على ده. يعني انا اعرف ناس تقول لك انا ما كنتش نازله ولكن فوجئت بيه مثلا امبارح قالوا احنا نازلين. لا احنا ما يعني ساعه الجد. لا الموضوع بيختلف. طيب نرجع لنقطه الحوار الوطني ودوره فيما نراه الان من تفاعل ما بين مختلف الاحزاب وايضا من خلال دورهم في التوعيه بهذا الاستحقاق الدستوري. هو طبعا احنا عارفين ان في مصر دلوقتي في اكتر من 100 حزب. ال100 حزب ما كانش ليهم يعني كان قليل قوي اللي ليه دور على الارض وان هو اللي بيشتغل على الارض وليه قواعد شعبيه وخلافه. لكن احنا لو بصينا بعد حاله الحوار الوطني وبعد الحوار وبعد زي ما بقول لحضرتك بدايه انطلاق حقيقيه للحياه السياسيه في داخل الدوله المصريه ان الاحزاب دلوقتي كان في 3 هم مرشحين لرئاسه الجمهوريه من احزاب معارضه. ده هيفتح المجال فيما بعد ان هو الاحزاب دي بقى تبتدي تنزل وتبتدي تتحرك على الارض بشكل كبير ويبقى ليها قواعد شعبيه في كل محافظات الجمهوريه ليها مكاتب في المحافظات تقدر ان هي تخاطب الجماهير تقدر ان هي يبقى ليها اعضاء. العمل على الارض لمصلحه المواطن المصري. خلي بال حضرتك ان الحوار الوطني ده رغم ان في معارضه رغم ان في اراء مختلفه بعضها عن بعض لكن في النهايه هتجد ان كلهم في النهايه هدفهم واحد بس. عشان كده اسمه الحوار الوطني. هدفهم لان الهدف في الوطن هدف واحد بس هو المصلحه الوطنيه للدوله. مصر رقم واحد وكل الاراء دي الهدف ان الارتقاء بالدوله المصريه ايا كان بقى معارض مش معارض بيقول كلام هل يطبق على الارض او لا يطبق على الارض ولكن في النهايه هو الهدف المصلحه الوطنيه. هو ده اللي تم في الحوار الوطني وهو ده كانت الركيزه اللي تبتدي عليها الانتخابات او حاله الحراك السياسي او حاله يعني زي اللي احنا شايفين امام اللجان وان يبقى في صوره مره اخرى يا استاذ جميل على الشاشه وتوافد المواطنين على مختلف اللجان في تحديدا هذه الصوره الان من محافظه الاسكندريه. يعني نشاهد كمان المميز كمان في الصوره دايما اللي بيلفت النظر مختلف الشرائح. يعني هي شرائح مراه شباب كبار السن حتى يعني ذوي الهمم ليهم تواجد كبير جدا جدا. وايضا في المقابل هناك التسهيلات لهم في الاماكن المختلفه. وهذه ايضا صوره اخرى بنرصدها من خلال كاميراتنا في مختلف المحافظات. استاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام حضرتك شرفتنا وايضا للحديث دائما بقيه خلال هذه الايام وهذا الاستحقاق الدستوري الاهم. شكرا شكرا جزيلا. شكراً.